تشاهدون لون الماء لأني ضفت فيه المبيد الفطري. فمن المهم جدا عند استخدام أي تربة سابقة يفضل أن نضيف معها المبيد الفطري، سواء خلطه بتربة أو إضافته مع مياه الري وهو الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نقوم معكم إن شاء الله بنقل وتفريد نبات صبار الوفيرة إلى الأحواض المستقلة. كما تشاهدون قمت بإعداد عدد 2 من الأسس. مهم أيضا أن يكون لدينا فتحات تصريف للماء من الأسفل. وضعت قطع من الفلين حتى يتم تصريف الماء بشكل جيد. أيضا قمت بإعداد تربة سابقة لدي في زراعة سابقة، بعد تجفيفها في الشمس قمت بإضافة جزء من السماد العضوي على هذه التربة بهذا المقدار تقريبا مرتين، وقمت بخلطها جيدا. الآن سنضعها في هذه الأسس، وبعد أن نقوم بتعبية الأسس بالتربة سوف نقوم بالانتقال للمرحلة التالية. الآن هذه تربة رملية قمت بزراعة فيها سابقا، وبعد جفاف النبات السابق نقوم باستفادة منها في نبات آخر. وبعد تعبية التربة الآن ننتقل للمرحلة التالية. الآن بعد أن قمنا بتعبية التربة نقوم بريها بالماء ري غمر حتى يتم تصريف الماء من الأسفل. تشاهدون لون الماء لأني ضفت فيه المبيد الفطري. فمن المهم جدا عند استخدام أي تربة سابقة يفضل أن نضيف معها المبيد الفطري، سواء خلطه بتربة أو إضافته مع مياه الري وهو الأفضل. فيما يتم تشرب التربة للماء سنقوم بتفريد النبات. هذا النبات تشاهدون فيه بعض الإصابات نتيجة سقوط بعض البرد في الأيام السابقة وأضر كثير من النباتات الموجودة لدي. أيضا بالنسبة للنبات الآخر تشاهدون أثار الإصابة، وبإذن الله سيعود للنمو بشكل أفضل. الآن سنقوم بتفريد هذه الشتلات. نختار الشتلات القوية، هذه الخلفات فقط يتم سحبها إلى الطرف وانتزاعها للأعلى، تخرج كما تشاهدون. نحتاج عدد 2، نختار دائما الأكبر حجما. لدي هنا واحد أيضا. إذا كنا لا نحتاج الخلفات بشكل كبير الإمكان التخفيف منها حتى لا تقوم بامتصاص الغذاء على النبتة الأم. وكما تشاهدون بعد استخراج هذه النباتات سنقوم بتنظيفها من الأوراق التالفة، ثم نقوم بغرسها في الأحواض. نزيل الأوراق التي في الأسفل بهذه الطريقة تكون جاهزة. كما تلاحظون نقوم بعمل فتحة في منتصف الأصيص بهذه الطريقة، ونضع الشتلة ونغطي جزء من ساق النبتة بهذه الطريقة.
ونضغط عليها جيدا. كذلك النبتة الأخرى. بهذه الكيفية الآن ثم نضغط التربة حول النبتة ثم نقوم الآن بإضافة قليل من الماء بهذه الطريقة. بعد ذلك يتم نقل النبات إلى منطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة في منطقة جيدة الإضاءة. وبهذا نكون انتهينا من نقل وتفريد نبات صبار الألوفيرا في أحواض مستقلة. وبالنسبة لهذه النبتة راح أقوم بنزع النبتة بالكامل من الحوض وأقوم بتنظيفها وإعادة غرسها مرة أخرى في هذا الحوض، وإن شاء الله في قادم الأيام نتابع معكم فيديو كامل عن النبتة والنمو الجيد الحاصل على النبتة. بالنسبة لموعد نقل النبات أو تفريد شتلات صبار الأوفيرا، بالإمكان القيام به في جميع فصول العام عدا فصل الصيف الحار. ومهم أيضا أن نقوم بإبعاد النبات عن أشعة الشمس المباشرة حتى لا تحترق أوراق النبات. بالنسبة لري النبات يفضل دائما الانتظام في الري ويكون على فترات متباعدة وحسب جفاف التربة. بالنسبة للتربة الرملية أنا أقوم بريها تقريبا في فصل الشتاء كل 15 يوم مرة واحدة، وفي فصل الصيف أو فصل الربيع كل أسبوع مرة واحدة. بالنسبة لتسميد النبات، فنبات الألوفيرا لا يحتاج كثير من الأسمدة، فقط سماد عضوي كل شهرين أو 3 أشهر مرة واحدة، وممكن نضيف له شاي الكمبوست تقريبا كل أسبوعين مرة واحدة. هذه الآن بالنسبة لشتلة الأم التي أخذنا الخلفات من أسفلها، قمت بنزعها من التربة القديمة وقمت بوضع تربة جديدة في أسفل الحوض. الآن نثبتها بهذه الطريقة في منتصف الحوض، وأيضا قمت بإزالة الأوراق التي في الأسفل تشاهدونها التي كانت تالفة. سنضيف الآن التربة، نغطي بقية جذور النبتة. يفضل أن نقوم بتغيير تربة صبار الألوفيرا تقريبا كل سنة إلى سنتين مرة واحدة. حتى نحصل على نبات جيد وقوي النمو. أضغط على التربة. الآن نقوم بري النبتة، ويكون الري غمر حتى يتم تسريب الماء من الأسفل. وكما ذكرت لكم لابد من نقل النبات إلى منطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ولكن تكون جيدة الإضاءة. في ختام الفيديو دائما لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.